اتفاق لم يعد قابلا للتنفيذ. بهذه الكلمات اختصر وزير الخارجيه محمد عبد الله الحضرمي مصير اتفاق السكون بين الحكومه الشرعيه وميليشيا الحوثي. تاتي تصريحات الحكومه فقط بعد ايام من اعلان مقتل العقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط من الجانب الحكومي لدى بعثه الامم المتحده في الحديده متاثرا باصابته نتيجه استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي قبل اشهر. تداعيات مقتل الصليحي دفعت الحكومه الشرعيه ايضا الى المطالبه بايقاف عمل البعثه الامميه في الحديده حتى تتم محاسبه المجرمين ونقل مقرها الى مناطق محايده في الحديده غياب الامم المتحده عن قيامها بواجب التندير والاستنكار للجريمه دفع المتحدث باسم الحكومه الشرعيه راجح بادي الى وصف موقف المبعوث الاممي مارتن جريفيث بالمتخاذل بعد ان بات عاجزا تماما عن قول ولو جزء بسيط من الحقيقه اتهم بادي المبعوث الاممي بانه يحاول تسويق نفسه للامم المتحده والعالم من خلال الحديث عن نجاح اتفاق الحديده، وهو الامر الذي لم يحدث واصفا اياه باتفاق الوهم. وامام جمله التحديات التي تواجه اتفاق الحديده، وضعت الحكومه الشرعيه شروطا لعوده عمل فريقها الحكومي مع الامم المتحده، تمثلت في المطالبه بتامين نقاط المراقبه وازاله الالغام ونقل مقر بعثه الامم المتحده الى موقع محايد. الى جانب فتح ممرات انسانيه امنه في الحديده. وفيما يرى مراقبون انه من الصعب على الامم المتحده اقناع الميليشيا بضروره الاستجابه لشروط الحكومه، وهو امر ان حدث فانه قد يصب في صالح الحكومه للتملص من التزاماتها حياله والبدء بترتيب خطواتها لمرحله ما بعد اتفاق الحديده.